Ya hala. So the ingredients you need are flour, chicken stock, black pepper, garlic, and salt. Also you need butter, full cream milk, and also mushroom. رمضان شهر ربي رمضان يا طبيبي فاحة سامي قلبي نور القلب يا الله رمضان شهر ربي رمضان يا طبيبي فاحة سامي قلبي نور القلب يا الله جالسا في رحابة يا جليل دعواتك مجابة